المسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضلهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. مسلمان کرام دانے بامے خیال کریں قطع سجا قطع سجا قرآن کے لئے پائر برادر کو تھی نقصہ اشت سامنے اشت نیچے اوپوری امرا جے جہانے آسی خیال کریں سامنے اوپر سجا انہوں عبستہ بھی جنہوں سامنے خالی جائے گا نہ کھائیں কষ্ট হবে, একটু কষ্ট হলে আমরা সামনে অগ্রসর কথা সোজা করতে আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করব। মেহরবানি করে মোবাইল ফোন বন্ধ রাখুন, যাদের কাছে মোবাইল আছে খেয়াল করে বন্ধ রাখুন। الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مصلي الكرام مسجد دار بخش دان করে সপ্তাহে জারিয়া শরীফুন 25 পলাশি কাজী ইলিয়াস নিবাসী সাবেক কাস্টম সুপারিনটেন জনাব মনোহর আলী মুকুল সাহেবের জানাজা আছে, দোয়ার পরে জানাজা আরম্ভ হবে। আলহামদুলিল্লাহ
اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا وخلصنا من النار. اللهم أجرنا وخلصنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى